السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية تقسيم الأضحية بالطريقة الإسلامية الصحيحة؟ هذا ما سنحاول إجابة عليه. في تقسيم الأضحية يوجد ثلاث آراء مختلفة ومتباينة، فيرى الحنفية والحنابلة أن الأضحية تقسم إلى ثلاث أقسام: ثلث لأهل البيت، وثلث للأصدقاء والهدايا، وثلث للفقراء. أما رأي الشافعية أن تتصدق بمعظم الأضحية وتبقي لنفسك جزءا قليلا منها. أما رأي المالكية فلم يحددوا نسبا لتقسيم الأضحية، ولكن قالوا كل ما تشاء وتصدق بما تشاء. خذ بالرأي الذي يتناسب مع حالتك وحالة من حولك، فإذا كنت أنت فقيرا ومن حولك في حالة مادية أفضل منك فخذ من الأضحية ما تشاء وتصدق بما تشاء، وإذا كنت أنت غنيا ومن حولك فقراء فخذ برأي الشافعية تصدق بمعظمها وابقي نفسك جزءا قليلا منها، وإذا تساوت حالتك المادية مع حالة من حولك فرأي الحنفية والحنابلة سيكون هو الأنسب لك: خذ لأهل بيتك الثلث، واعطي للأصدقاء والهدايا الثلث، واعطي للفقراء الثلث. في النهاية أتمنى يكون قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.